النهارده اول درس معانا في حساب المثلثات. هنتكلم النهارده باذن الله ازاي نستخدم الاله الحاسبه علشان نحول من القياس الستيني للدرجات، وكمان نجيب النسب المثلثيه للزاويه الحاده في المثلث القائم الزاويه. ومعناها هنا بنقول النسب المثلثيه للزاويه الحاده يعني نوع المثلث قائم، بس احنا مش هنجيب نسب الزاويه القائمه، لا هنجيب نسب الزاويه الحاده في المثلث القائم الزاويه. طيب يعني ايه قياس ستيني للزوايا؟ القياس الستيني احنا بنقول ان مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حوالين نقطه بتساوي 360 درجه. طيب 360 درجه دول احنا بنقول ان الدرجه بتساوي 60 دقيقه. درجه بتساوي ايه؟ 60 دقيقه، ان الواحد دقيقه بيساوي 60 ثانيه. يبقى واحد درجه بيساوي معايا 60 دقيقه، وواحد دقيقه بيساوي 60 ثانيه. طب تعالوا مع بعض كده ناخد تمرين. بيقول لك باستخدام الآلة الحاسبة اكتب كل من الزوايا التالية بالدرجات. عندي 76 درجة و16 دقيقة. طيب ال 76 درجة و16 دقيقة دول هنكتبهم ازاي يا مستر؟ طيب مع بعض كده هتمسك الآلة الحاسبة وتبدأ حضرتك معايا ونبدأ نشتغل مع بعض. ادي الآلة الحاسبة قدامك. 76 درجة هنكتب السبعة 6، تمام؟ بدوس على السبعه والسته دي سهله، وبعدين بدوس على علامه الكوما. انا واقف لك عليها بالسهل، اوضحها لك تاني اهي. يبقى تاني بدوس على سبعه سته، وبعدين بدوس على الكوما. ادي الكوما اهي تحت الماوس على طول. طيب بعد ما بدوس على الكوما هتلاقي ظهرت عندك على الاله الحاسبه علامه السيركل اللي هي الدايره الصغيره بتاعت الدرجه. طيب وبعد كده نكتب يا مستر، اكتب واحد سته. لما اكتب واحد سته ادوس تاني كوما، ادوس تاني ايه؟ كوما. وبعدين اقول يساوي. طيب لما ادوس يساوي ايه اللي هيظهر معايا يا مستر؟ لما ادوس يساوي ادوس كوما، لما هدوس يساوي هيظهر معايا التقدير عندي بالايه؟ هيظهر عندي اللي مكتوب ده، هيظهر على الاله الحاسبه. دوس على الكوما بعد علامه يساوي هتظهر معاك 76 درجه و26 دقيقه، هتلاقيها 2 6 6 6 وهكذا. احنا هنقربها هتبقى 76 درجه و26 دقيقه. اخد كمان واحدة. التك الحاسبة في ايديك وبرضو اشتغل معايا وجرب. طيب يلا بينا. عندي هنا 45 درجة وثلاث دقايق و56 ثانية. هنعملهم ازاي يا مستر؟ بنفس الطريقة. ركز معايا كده وامسك الآلة الحاسبة وابدأ اشتغل معايا. 45 بدوس على 4 5 وبعدين كوما. تمام يا مستر. وبعد كده ادوس على 3 وادوس كوما. تمام. بعد كده يا مستر بدوس على 5 6 كوما. طيب وبعد كده هندوس على علامة يساوي. بعد ما تدوس على علامة يساوي هترجع تدوس على الكوما تاني، هيطلع معاك الرقم 45 علامة عشرية 06555 كتير. هنقربها لأقرب ثلاث أرقام عشرية، فاحنا هناخد 45 درجة وعلامة 65 من 1000. يبقى أنا كده بعمل إيه؟ بستخدم الآلة الحاسبة عشان احول من التقدير الستيني. يعني ايه تقدير ستيني؟ يعني اللي هو 60 درجه، الدرجه بتساوي 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه، فبنقول عليه تقدير 60 اللي هو بالدرجات والدقائق والثواني، ونحول للدرجات فقط. اخد كمان تمرين. 36 درجه و11 دقيقه و5 ثواني. نكتبها ازاي مستر على الاله الحاسبه؟ هنكتبها بنفس الطريقه اللي فاتت. اول حاجه نكتب 3 6 كوما. يلا جرب بالاله الحاسبه. 3 6 كوما. وبعد كده 11، يبقى نكتب 1 كمان مره 1 وبعدين كوما. بعد كده اخر حاجه الخمسه، بندوس على 5 والكوما اهي. تمام. بعد كده ما تدوسش على الكوما تاني، هتدوس على علامه يساوي وبعدين تدوس على الكوما. طيب ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هتتحول بالنسبه لي من التقدير الستيني للدرجات. هتطلع معاك 36 1 8 4 7 2. احنا هنقربها لاقرب رقمين 20 بس، يبقى 36 درجه و18 من 100. يبقى انا كده عملت ايه؟ سؤالي استخدمت الاله الحاسبه عشان احول من التقدير الستيني اللي هو درجات ودقائق وثواني الى الدرجات فقط. طب ما تيجي ناخد العكس يا مستر. يعني انا هدي لك بالتقدير بالدرجات وتحوله لي انت للتقدير الستيني، ادوا لك درجات وتحوله ايه؟ وتحوله 60. طيب هنعمله ازاي يا مستر؟ اقول لك هحوله ازاي.
بالراحة كده وركز معايا. اللي أقول لك عليه نفذه على الآلة الحاسبة بالظبط. أنا عندي هنا 45 وخمسة من عشرة. هتعمل إيه يا مستر على الآلة الحاسبة؟ هتكتب على الآلة الحاسبة 4 5 والبوينت بتاع العلامة العشرية أو تحت، وبعدين تكتب الخمسة اللي هي بعد العلامة العشرية. يبقى تاني هتكتب 4 5 بوينت 5. طيب بعد ما تكتبها لو انت دوست على الكومة مش هتعمل لك حاجة. طيب ايه الصح يا مستر؟ حضرتك هتكتب 4 5 البوينت اللي هو العلامة العشرية، بعدين تكتب 5 وتقول يساوي، وتقول ايه يساوي؟ بعد لما تدوس يساوي تدوس على الكومة زي ما كنت بعمل في الجزء اللي قبله، كنت بتكتبها بالدرجات والدقايق والثواني وبعدين تدوس يساوي وبعدين تدوس على الكومة. هنا نفس الوضع، هتكتبها بالعشرة عادي خالص زي ما هي موجودة عندك وتقول يساوي وبعدين هتدوس على الكوم. هتظهر معاك 45 درجة و30 دقيقة. تظهر معاك ايه؟ 45 درجة و30 دقيقة. طيب اخد كمان مسألة تاني عشان تتدرب عليها. 73 و6 من عشرة، اجي على الآلة الحاسبة. ادي 7 3 علامة عشرية 6 وبعدين يساوي. اعيد تاني، دي 73 و6 من عشرة، يبقى دوس على 7 3 علامة عشرية 6 وبعدين يساوي، واخر حاجة دوس على الكومة. تمام يا ولاد؟ يبقى 7 3 علامة عشرية 6 يساوي كومة. هتتحول معاك للتقدير الستيني، هتبقى 73 درجة و36 دقيقة. 73 درجة وايه؟ و36 دقيقة. اخد اخر واحده كده وجرب كده برضو معايا بنفس الطريقه. انتوا اللي تقولوها لي بقى، حفظتوها لسه؟ يلا معايا. ايه اللي مكتوب قدامي يا مستر؟ 8 9 علامه عشريه 2 3 يساوي كوما. يبقى بتكتب اللي قدامك عادي خالص، 8 9 علامه عشريه 2 3 يساوي ما تنساهاش، وبعدين ادوس على الكوما اللي هي دي. يلا تجربوها مع بعض. يلا يا مستر نجربها مع بعض. 8 9 علامة عشرية 2 3 يساوي كوما. تطلع معايا كام يا مستر؟ هتطلع معايا 89 درجة و13 دقيقة و48 ثانية. يبقى أنا السؤال اللي فات كنت بحول من التقدير الستيني للدرجات، وهنا حولت من الدرجات للتقدير الستيني. طيب يلا بينا نتكلم عن النسب المثلثية الأساسية اللي هو عنوان درسنا النهاردة. طيب العنوان بيقول لك النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة. يعني إيه يا مستر؟ يعني أنت قدامك دلوقتي مثلث قائم الزاوية، بس إحنا هنجيب النسب المثلثية للزوايا الحادة اللي فيه، اللي هي زاوية أ اللي عندي الحادة دي، وزاوية ج الحادة اللي موجودين عندي. طب يلا بينا. أول حاجة حاجة اسمها جيب الزاوية، واختصارها اسمه جا. خدت الحرف الأولاني من كلمة جيب وخدت حرف الألف يبقى جا. طيب يعني ايه جيب الزاوية؟ جيب الزاوية انت الآلة الحاسبة لسه في ايديك من التمرين اللي احنا خدناه. كلمة جيب الزاوية بنرمز لها على الآلة الحاسبة اللي في ايديك، الآلة الحاسبة العلمية، بالرمز ساين. طيب هنلاقيها فين يا مستر في الآلة الحاسبة؟ تعالى نرجع اوريه لكم سريعا. ادي الآلة الحاسبة العلمية عندي، ادي كده تمام فوق العمليات، فوق مفتاح الاي سي واللي هي دي ال، ادي كلمة ساين فوق علامة القوس، فوقيها ادي الساين اللي هي جيب الزاوية، واللي جنبها كوزاين اللي هي جيب تمام الزاوية، واللي بعدها تان اللي هي ظل الزاوية او ظا. يبقى ادي ساين وادي كوزاين وادي تان. تعالوا نكمل بقى الدرس بتاعنا كده، شفناه على الآلة الحاسبة. يبقى جيب الزاوية جا وبنرمز له بالانجليزي بالرمز ساين، بنرمز له بالانجليزي ايه؟ بساين. طب ايه هي جا الجيم يا مستر؟ جا الجيم بتساوي معايا لما اتكلم عن الجيم، يبقى حضراتكم عندي المثلث بيتقسم لثلاث أجزاء. إيه هما الثلاث أجزاء؟ أول حاجة أنا عندي زاوية قايمة، فالضلع اللي في وش القايمة ده بنسميه الوتر. طيب وزاوية جيم، الكلام على زاوية جيم، الضلع اللي في وش زاوية جيم اللي هو الألف ب بسميه المقابل، والضلع اللي لازق فيها على طول اسمه المجاور. اوعى تغلط وتقول لي الألف جيم، الألف جيم ده اسمه وتر، عمره ما يبقى مقابل ولا مجاور، هو على طول وتر. هو على طول ايه؟ وتر. اعرفه منين الوتر؟ هو الضلع المقابل للزاويه القائمه، ادي زاويه ب هي القائمه. يبقى تاني اعرفها ازاي مستر؟ ادي زاويه ب هي الزاويه القائمه، الضلع اللي مقابل ليها اسمه وتر. اسمه ايه؟ وتر. ادي زاويه ج اللي انا بحسب
النسب المثلثيه بتاعتها. الضلع المقابل لزاويه ج يعني اللي في وشها على طول اللي هو الالف ب بسميه هنا مقابل. طيب والمجاور ليها هو الب ج، لازم بيبقى احد ضلعي القائمه. يبقى احد ضلعي القائمه واحد بيبقى مقابل والضلع الثاني بيبقى مجاور، لكن الوتر طول عمره وتر، لا بيبقى مقابل ولا بيبقى مجاور. طيب مين المقابل اللي عندي هنا؟ اسمه ألف ب، ومين المجاور اللي عندي هنا؟ هو آسف المقابل على الوتر، يبقى جا ج مقابل على وتر، يبقى الألف ب على الألف ج. طيب ج تمام الزاوية، ج تمام الزاوية يبقى ج ت ألف يبقى جتا. جتا مين يا مستر؟ الجتا بنرمز لها بالرمز كوزاي على الآلة الحاسبة بالإنجليزي. طيب جتا هي المجاور على الوتر. طيب في الحالة بتاعتي مين المجاور عندي لزاوية ج؟ ادي زاوية ج المجاور ليها هو الب ج، يبقى اكتب فوق ب ج على الوتر اللي هو اسمه ا ج. طيب انا كده جبت الجا وجبت الجتا، ناقص نسبة واحدة بس هي الظا. ظل الزاوية اللي هو الظا، الظا اللي هي بنرمز لها بالرمز تان، هي بتساوي المقابل على المجاور. طيب ادي زاوية ج، مين المقابل يا مستر؟ المقابل هو الالف ب، والمجاور هو مين يا مستر؟ هو ال ب ج، يبقى المقابل ا ب على ب ج، يبقى ال ا ب على مين؟ على ال ب ج. طيب تعالى ناخد مثال ارقام، مثال رقمي، احنا خدنا المثال الشرح بالرموز، تعالى ناخد مثال رقمي. انا عايز اجيب جا الجيم، جا الجيم بتساوي ايه يا مستر؟ جا جيم يعني مقابل على وتر، ادي الجا المقابل اللي هو ال ا ب والوتر هو الخمسه، يبقى 3 على 5، ا ب على ال ا ج 3 على 5. طيب جتا الجيم مقابل على وتر يا مستر، ادي الجيم جتا مجاور على وتر، يبقى ب ج على الوتر اللي هو ال ا ج. المجاور اللي هو كام يا مستر؟ اللي هو 4 على الوتر 5. طيب الظا، الظا مقابل على مجاور، يعني ال ا ب على ال ب ج هتساوي 3 على 4. أنا جبت النسب المثلثية كلها لزاوية ج، يعني جبت للجيم الجا والجتا والظا، جا وجتا وإيه؟ وظا. محتاج إيه تاني يا مستر؟ محتاج أجيب النسب المثلثية لزاوية ألف، ما إحنا بنقول النسب المثلثية للزوايا الإيه؟ للزاوية الحادة في المثلث القائم الزاوية. طيب أنا جبت النسب المثلثية لزاوية ج، الزاوية الحادة التانية هي زاوية ألف. تعالى نجيب النسب المثلثية لزاوية ألف، وعايزك بقى بعد ما نجيب النسب المثلثيه لزاويه الف هعمل مقارنه ما بين النسب المثلثيه لزاويه ج وزاويه الف. يلا بينا طيب كده مع بعض. جاء الف، لما اجي اتكلم على الف لازم احدد المقابل لالف، هو يفرق يا مستر؟ اه، كان لما انا كنت واقف على ج كان الضلع المقابل ليها كان هو الالف ب، وكان المجاور به ج، لكن لما اقف عند زاويه الف المقابل يعني الضلع المقابل اللي في وشها على طول هيبقى ال ب ج، هيبقى مين؟ ال ب ج، والوتر طبعا هيفضل وتر، والمجاور هيبقى هو الالف ب، المجاور هيبقى مين؟ هيبقى هو الالف ب. طيب يلا بينا نجيب جا الالف، ادي زاويه الف. جا احنا حافظينها، عايز كل الكلام اللي انا بقوله ده تحفظه، احنا فهمناه نحفظه. جا الف او جا اي زاويه هيبقى المقابل على الوتر. طيب المقابل لزاوية ألف هو مين يا مستر؟ هو الب ج على الوتر اللي هو الألف ج. طب الب ج قيمتها كام يا مستر؟ الب ج قيمتها 4 والوتر 5، يبقى 4 على 5. تمام يا مستر. جتا ألف، جتا الألف حفظناها خلاص، هتبقى مجاور على وتر، اللي هي مين المجاور؟ اللي هو الألف ب، ومين الوتر؟ ألف ج. طب المجاور بكام يا مستر؟ بتلاتة، يبقى 3 على 5. جميل. اخد اخر حاجة هي ظا الالف، هي مين؟ هي ظا الالف. ظا الالف، ادي الالف هتبقى مقابل على مجاور، اللي هو الب جيم على الالف جيم، يعني 4 على 3. انا واقف كده في شوية ملاحظات مهمة جدا عايزك تخلي بالك منها، انا هكتبهم لك في شريحة منفصلة، بس انا عايز اسألك ايه اللي خدت بالك منه؟ أنا هنا لقيت فيه 3 على 5، فيش حد شبهها هنا؟ أه أهي. طب التلاتة اللي على 5 دي بتعبر عن مين؟ بتعبر عن جا ج. طب والتلاتة على 5 اللي هنا بتعبر عن مين؟ عن جتا أ. ماشي. لاحظتوا حاجة تاني؟ أه. لاحظنا إن جا الألف ب 4 على 5، وجتا الجيم ب 4 على 5. تمام.
ولاحظنا ان جاء الف ب 4 ل 3، لكن اسف ظال الف ب 4 ل 3، لكن ظال ج ب 3 على 4 عكسها. طيب الثلاث ملاحظات دول عايزين كده نوضح. بص يا ولاد، في اي مثلث قائم الزاويه، في اي مثلث ايه قائم الزاويه، بيبقى فيه زاويه قيمتها 90 ومجموع الزاويتين الباقيين 90 درجه. ماشي يا مستر. الزاويتين الباقيين ال 90 درجه، جا الالف بتساوي جتا الجيم، ادي جا الالف بتساوي جتا الجيم لاي زاويتين متتامتين، لاي زاويتين ايه متتامتين. جا الزاويه الاولى هيساوي جتا الزاويه الثانيه، جاء الألف 4 ل 5 هتساوي جتا الجيم 4 ل 5. ماشي يا مستر. وجاء الجيم 3 على 5 هتساوي جتا الألف ب 3 على 5. يبقى لما يكون في عندي زاويتين متتامتين، أي زاويتين متتامتين في الدنيا، جاء الأولانية هتساوي جتا الثانية، جاء الأولى هتساوي جتا الثانية، وجتا الأولى هتساوي جا الثانية، وظل الزاوية الأولى هيساوي المعكوس الضربي لظل الزاوية الثانية. هنا كان ظل الألف 4 على 3، ظ الجيم المعكوس الضربي بتاعها اللي هو 3 على 4. طيب الملاحظات دي أنا كتبتها لك هنا عشان حضرتك تقدر تحفظها. إذا كان قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة، فإن جا الألف بيساوي جتا ال ب. ده الكلام هنا على زاويتين ألف وب. ممكن الزاويتين يبقى س وصاد، يبقى جا السين هتساوي جتا الصاد. ممكن يبقى لام ونون، يبقى جاء اللام هيساوي جتا النون، على حسب الرموز اللي عندك، ما تفرقش معايا ايا كان هم وضعه. يبقى لو في اي زاويتين متتامتين يعني مجموعهم 90 درجه، ج الالف هتساوي جتا الب، وجتا الالف هتساوي ج الب عكس بعض، ج هتساوي جتا، جتا هتساوي ج. تمرين. لو انا عندي ج 30 لاي زاويتين متتامتين، لو عندي ج 30 هتساوي جتا مين في المثلث القائم الزاويه؟ هتساوي جتا ال 60. جاء ال 30 هتساوي جتا ال 60. ليه يا مستر؟ لأن ال 60 هي متممة ال 30. لو أنا قلت 90 ناقص ال 30 هتدي لك ال 60. طيب كمان واحدة، لو قلت جتا ال 25 هتساوي جاء مين يا مستر؟ هتجيبها من هنا، الزاويتين مجموعهم 90 درجة، يبقى هنقول ال 90 ناقص ال 25 اللي عندي هتطلع معايا ب 65، يبقى جتا ال 25 هتساوي جاء ال 65. تمام. تمرين بسيط ولذيذ وسهل. تعالوا ناخد بقى كده تطبيقات على النسب المثلثية للزوايا الحادة. عندي مثلث قدامك اسمه ألف ب ج قائم الزاوية في ألف، أو بنقول إن زاوية ألف 90 درجة تدي نفس المعنى. يبقى المثلث قائم الزاوية في ألف. ألف ج ب 20 سنتي والألف ب بيساوي 15 سنتي، وهما الاتنين دول يعتبروا ضلعي القائمة. أدي الزاوية القائمة. فالالف ج احد ضلعي القائمه ب 20 سنتي، والالف ب احد ضلعي القائمه بكام؟ ب 15 سنتي. اثبت ان جتا ج جا ب ناقص جا ج جا ب بيساوي صفر. طيب الرموز يا مستر ليه ملزقه في بعضها؟ لا هي مش ملزقه في بعضها. بص يا ولاد، احنا اتعلمنا طول عمرنا لما تكون الرموز ملزقه في بعضها كده معناها انها مضروبه. يعني ايه يا مستر؟ يعني معناها ان جتا ج في جتا ب، بس احنا بنكتبها في الرياضة كده، بنحب في الرياضة نختصر شوية، وانتوا بتفهموا المفروض اللي احنا شغالين ازاي. يبقى لما الزقوا في بعض كده معناها مضروبين، معناها ان جتا ج مضروبة في جتا ب ناقص جا ج جا ب، معناها ان جا ج مضروبة في جا ال ب. طيب عايزين نحلها. حضرتك يا مستر اجيب دول منين؟ تجيبهم من الشرح اللي انا شرحته لك من شوية. كويس. طيب بالراحة كده، انا حفظتها لكم. جتا ج معناها ايه يا مستر؟ معناها يا مستر المجاور على الوتر. طيب فين الجيم؟ ادي الجيم اهي. طيب مين الوتر؟ الوتر حضرتك يا مستر قلت ان هو الضلع المقابل للزاويه القائمه. فين الزاويه القائمه؟ اهي زاويه الف. طيب مين الوتر عندي؟ هو البه ج. بس يا مستر حضرتك في المعطيات ما اديتناش قيمه الوتر. ايوه صح، بس اديتكم قيمه ضلعي القائمه. كويس. ممكن تقدروا منهم تجيبوا قيمة الوتر من معلومات سابقة انتوا درستوها في السنين اللي فاتت؟ حد بيفكر؟ افتكرت ولا لسه؟ مين النظريات اللي انتوا درستوها ليها علاقة بالمثلث القائم؟ ايوه، نظرية فيثاغورس. برافو، في ناس فاكرة نظرية فيثاغورس. فاحنا هنجيب الوتر هنا من نظرية فيثاغورس. يبقى اصبح عندي الثلاث اضلاع،
احدد مين المقابل ومين المجاور ومين الوتر، واقدر اجيب النسب الاساسيه اللي انا عايزها كلها. يبقى مفتاحك للحل اللي مش هتقدر تجيب بيه النسب المثلثيه غير لما تحسب قيمه الوتر، غير لما تحسب ايه؟ قيمه الوتر. طب يلا بينا هنقول له بما ان زاويه ألف بتساوي 90 درجه، يبقى اذا الوتر اللي عندي هو البي جيم هيساوي مربع الضلع الثاني اللي هو الالف ب تربيع زائد الالف ج تربيع. يبقى الب ج تربيع بيساوي الالف ب تربيع زائد الالف ج تربيع. طيب نكمل مع بعض. الب ج تربيع بيساوي الف ب تربيع بكام يا اولاد؟ ألف ب عندي من على الرسم هنا ب 15، يبقى أشيل الألف ب وأكتب 15 أس 2 زائد الألف ج بكام يا مستر؟ الألف ج هنا عندي ب 20، يبقى أكتب 20 أس 2 بالآلة الحاسبة. 15 أس 2 225، وهنا ب 400 يبقى الناتج 625. دي الب ج تربيع، لا أنا عايز الب ج بس. الب ج بس هتبقى جذر ال 625 هتديني 25 درجة. اديني إيه؟ 25 درجة. نكمل يا مستر. ال 25 اللي انا جبتها حطيتها على الرسم هنا بلون مختلف عشان تعرفوها ان دي اللي انا استنتجتها. يبقى انا جبتها من نظريه فيثاغورس. عندي زاويه قائمه واللي موجود هنا هو الوتر، يبقى هيساوي مربع ضلعي القائمه 15 تربيع و20 تربيع ل 625، يبقى ب ج بتساوي 15. تعالوا نكمل. يبقى أنا عندي أدي البيانات، القيمة الوتر اللي أنا جبته ب 15 تمام، وعندي دلوقتي عايز أجيب النسب المثلثية الأساسية. طيب همسك عند الطرف الأيمن، عايز أثبت المقدار ده بصفر، فهبدأ من اليمين للشمال أو من الشمال يمين. طبعا مش هقول صفر بيساوي، ففي الإجباري هنا في الوضع بتاعي ده هبدأ منين؟ هبدأ من اليمين. طيب هكتب الطرف الايمن يمين اللي هو جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب، وابدا اعوض عن كل قيمه من القيم المثلثيه اللي موجوده عندي. ازاي يا مستر؟ جتا ج اول حاجه عندي زاويه ج. طيب زاويه ج اهي، لازم احدد المقابل والمجاور بتاعها. طيب مين المقابل والمجاور بتاعها؟ أول حاجة إحنا عرفنا الوتر، وديني حاططه لك بلون مختلف اللي هو ال 25 سنتي. أدي زاوية ج. مين المقابل بتاعها يا مستر؟ المقابل هو ال 15 والمجاور هو ال 20. طب الجتا بتساوي إيه؟ حافظينها. الجتا بتساوي مجاور على وتر. مين المجاور؟ 20 على 25، ونكتب 20 على 25. تمام. طيب بعد كده عندي مين؟ بعد كده يا مستر عندي جتا ب. طيب جتا ب يبقى حضرتك هتقف على زاويه ب. طيب فين زاويه ب؟ ادي زاويه ب. طيب انت واقف على زاويه ب، لازم تحدد المقابل والمجاور بتاعها. طيب ادي زاويه ب، الوتر هو ال 25 ملون ده ماشي. المقابل يعني الضلع اللي في وش ال ب اللي هو الالف ج اللي هو ال 20، ده مقابل لل ب. ها والمجاور كام؟ 15. طب انا عايز الجتا. الجتا احنا حفظناها مجاور على وتر يا مستر ماشي. المجاور للب هو ال 15، يبقى 15 على 25. طبعا هنا بنحط علامه الضرب، ما نسيبهاش كده لازقه في بعضها عشان نقدر نحسبها على الاله الحاسبه. طيب بعد جتا ب قابلتني علامه الطرح، احط علامه الطرح. بعدين جا ج، اقف على زاويه ج ثاني. جا معناها مقابل على وتر. طيب ادي ج، مين المقابل؟ 15 على الوتر 25، يبقى 15 على 25 واقول علامه الضرب. جا ب، ادي زاويه ب يا مستر. الجا يعني مقابل على وتر ماشي. مين الضلع المقابل للب؟ ال 20، يبقى 20 على 25 اهي. بالاله الحاسبه يا اولاد او حتى من غير اله حاسبه، 20 على 20 تتضرب في 15 هتبقى 300 على 625، ناقص هنا برضو 300 على 625 يعني نفس القيمه اللي على اليمين هي نفس القيمه على الشمال. اهي باينه 20 على 20 في 15، هنا 15 في 20، هي هي. فالناتج دغري كده هيساوي صفر اللي هو الطرف الايسر، هيساوي صفر يساوي الطرف الايسر، وكده ابقى وصلت
للإثبات اللي هو عايزه. هاخد كمان تمرين. تمرين: إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متتمتين 3 إلى 5، فأوجد مقدار كل منهما بالقياس الستيني. طيب أحسبها إزاي مستر؟ عشان أحسبها دي هرجع للي إحنا خدناه زمان. فين؟ للي إحنا خدناه زمان في الابتدائي، اللي هي النسبة والتناسب. طيب نعملها إزاي يا مستر؟ سهلة خالص. أول حاجة أنا عندي زاويتين متتمتين، هكتب كده الزاوية الأولى إلى الزاوية الثانية إلى المجموع. طب النسبة اللي هو مداني كام يا مستر؟ النسبة اللي هو مداني 3 إلى 5، يبقى أكتب 3 إلى 5. والخط الأولاني ده درسناه في الابتدائي اسمه خط النسبة، فهجمع النسبتين اللي عندي 3 و5 كام؟ 8. طيب المجموع ده يا مستر بيعبر عن زاويتين متتمتين، الزاويتين المتتمتين فعليا قيمتهم كام؟ 90، يبقى اكتب تحت المجموع 90. وبعد كده نعمل ايه يا مستر؟ نعمل مقص عشان اجيب الزاويه الاولى، ادي المقص. ماشي، انا بحسب مين؟ بحسب الزاويه الاولى اللي هي اللي هنا اللي انا واقف عليها كده بالسهم الاحمر ده. طيب هتبقى مين؟ مين اللي مضروب في السهم الاحمر؟ تحت الماوس كده، مين المضروب؟ نهاية السهم كام؟ 8. يبقى الزاوية الأولى أحط تحت في المقام 8، وفي البسط أضرب الثلاثة في التسعين. أضرب الإيه؟ الثلاثة في التسعين، وبالآلة الحاسبة أدخلها زي ما هي على الآلة الحاسبة، وتدوس يساوي. وبعد ما تدوس يساوي عشان نجيبها بالتقدير الستيني، ما تنساش تدوس على الكوما، لأنك لو قلت يساوي وسكت هتطلع لك بالدرجات فقط، إحنا عايزينها بالتقدير الستيني. بعد ما تدوس يساوي هتدوس على علامة الكوما اللي أنا علمتها لك، هتطلع معاك الدرجة ب 33 درجة و45 دقيقة. جميل. طيب عايزين نجيب الزاوية التانية يا مستر. الزاوية التانية هتعمل المقص برضو، دايما بتعمل مقص مع العددين اللي هما اللي موجودين عندك. فهتعمل مقص كده اهو زي ما انا بشاور، الخمسة في التسعين والتمانية هنا مضروبة في الزاوية المجهولة. طب اللي مضروب في المجهول دايما بحطه في المقام تحت، يبقى عندي لو كانت عندي الزاوية التانية هنا مضروبة في التمانية، احط تمانية في المقام. اما في البسط هضرب الخمسة في التسعين. هضرب الخمسة فين؟ في التسعين. ادي الخمسة في التسعين او تسعين في خمسة على التمانية، هتساوي بالآلة الحاسبة. بعد ما تدوس يساوي هتدوس على الكوما، هتطلع لك 56 درجة و15 دقيقة. كده انا جبت قيمة الزاويتين المتتمتين اللي عندي. قبل ما امشي عايز اتأكد. وماله؟ نتأكد ازاي يا مستر؟ هتجمع الزاويتين دول مع بعض، هتكتب على الآلة الحاسبة 33 كوما 45 كوما زائد 56 كوما 15 كوما، وتدوس يساوي هتطلع لك 90 درجة، يبقى حلك مظبوط. لو ما طلعتش معاك 90 درجة يبقى كانت الإجابة معاك فيها حاجة مش مظبوطة، بترجع تعيد مسألتك وتشوف الخطأ فين. آخد تمرين كمان. بيقول لك إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين 3 إلى 5، هي نفس المسألة اللي فاتت على فكرة، بس أنا غيرت حاجة بسيطة. أنا هنا قلت النسبة بين قياسي زاويتين متتامتين 3 إلى 5، لكن هنا أنا بقول النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين، غيرت كلمة واحدة بس اللي هي 3 إلى 5، فأوجد مقدار كل منهما بالقياس الستين. نفس السؤال، أنا غيرت معاك كلمة واحدة بس، هل هتبقى نفس الخطوات يا مستر؟ هتبقى شبيهة بالمسألة اللي فاتت، لكن في عندي حاجات هتبقى مختلفة، وأنا قاصد إن أنا أحل نفس المسألة بنفس النسب عشان حضرتك تقدر تخلي بالك من اللي أنا هنبهك ليه، اللي هو إيه يا مستر؟ أول حاجة هنحلها زي اللي فاتت، هكتب الزاوية الأولى إلى الثانية إلى المجموع، دي ما فيهاش حاجة، وهحط النسب اللي عندي اللي هي 3 إلى 5 وأجمعهم يبقوا 8، أهي 3 إلى 5 مجموعهم 8، ده خط النسبة زي ما أنا شرحت. لكن هنا في حاجة مختلفة، هناك كانوا الزاويتين متتامتين فحطيت تحت ال 8 90، هنا الزاويتين متكاملتين فهكتب تحت ال 8 180 درجة. بعد كده أبدأ أعمل المقصات بتاعتي وأبدأ أجيب قيمة الزاوية المجهولة، أدي المقصات. عايز أقيم الزاوية الأولى، الزاوية الأولى مضروبة في مين يا مستر؟ مضروبة في الثمانية. في البسط هتبقى 3 في 180، يبقى قياس الزاوية الأولى أحط الثمانية في المقام تحت. دايما المضروب في المجهول يا ولاد بحطه في المقام، أوعى تغلط في الجزئية دي، سهلة فهمناها احفظها بقى. دايما المضروب في المجهول أهي، أدي الخط ده، هنا دي زاوية مجهولة أهي، هنا فاضية بيضة مش كاتب ولا حاجة، اللي مضروب فيها التمانية، فاللي مضروب في المجهول أحطه في المقام تحت تمانية. أما في البسط فهتبقى التلاتة في المية وتمانين، أهي 180 في تلاتة. هتقول يساوي، بعد ما نقول يساوي هتدوس على الكوما عشان تدالك بالتقدير الستين،
هتطلع 67 درجة و30 دقيقة، يعني 37 ونص. لو هي هتطلع بالدرجات هتطلع 67 ونص، بس هو عايزها بالتقدير الستيني، فحضرتك لازم تكتبها عشان ما تقلش في الدرجة. احنا في تالتة اعدادي وعايزين نجيب مجموع حلو. تاني، قياس الزاوية التانية، هتعمل مقص ما بين هنا ما بين الزاوية التانية. طب انا واقف هنا، الزاوية دي مضروبة في مين؟ في التمانية، يبقى هتحط التمانية تحت. طيب وهنا هيبقى الخمسة في المية وتمانين، ادي خمسة في مية وتمانين. خمسة في مية وتمانين على التمانية بالآلة الحاسبة، وتدوس يساوي. بعد ما ندوس يساوي هتدوس على الكوما يا مستر، هتطلع معايا 112 درجة و30 دقيقة. عايزين نتأكد، اجمعهم ال 30 وال 30 دول هيدوك 60 يعني بدرجة. طيب نجمع ال 67 وال 112، 67 وال 12 هتبقى 79، ادي 179، وفي عندي درجة يبقى 180 اللي هم ال 30 وال 30، يعني 180، يبقى انا كده حلي مظبوط 100%. مسألتين حلوين فكرتهم واحدة، لكن اختلاف ان المتتمتين لما بنجمع بنقول بنعوض عنها عن الرقم الفعلي ب90، لكن في الزاويتين المتتمتين بنعوض على الرقم الفعلي ب180. تمام. بيقول لك اذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث كنسبة 3 الى 4 الى 7، فوجد القياس الستيني لكل زاوية من زوايا المثلث. المسألة دي مسألة حلوة جدا وفكرتها ممتازة، هي تشبه للمسألة اللي فاتت بس بصيغة مختلفة، هي نفس الفكرة يعني. هنا بيتكلم عن قياسات زوايا المثلث. قياسات زوايا مين؟ المثلث. مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة بتساوي كام درجة واحنا واخدينها من أولى إعدادي؟ مجموع الزوايا الداخلة لأي مثلث في الدنيا ب 180 درجة. فالمسألة دي كده تشبه للزاويتين المتكاملتين، بس مع الفارق ان هناك كانوا زاويتين متكاملتين مجموعهم 180، هنا ثلاث زوايا مجموعهم 180. فهشتغلها بنفس الفكره اللي فاتت، هكتب الزاويه الاولى الى الثانيه الى الثالثه الى المجموع، هي زادت بس هنا الزاويه الثالثه، واكتب الثلاث نسب اللي عندي اللي هم 3 الى 4 واجمعهم، 3 و4 7 و7 14، احط في المجموع 14. واحنا اتفقنا ان الخط الاولاني ده هو خط النسبه. طيب احنا قلنا مجموع زوايا المثلث بكم درجه فعليا؟ ب 180، يبقى اجي تحت المجموع واحط ال 180 واعمل المقص بتاعي. ادي المقص وهجيب الزاويه الاولى، الزاويه الاولى هنا انا واقف اهو بالماوس اهو عامل دايره حمراء، يبقى هنضرب 180 في 3 في البسط وهنخلي في المقام عندي 14. هيطلع الناتج كام يا مستر؟ هيطلع الناتج عندي بعد ما ادوس على علامه يساوي هدوس على الكوما، ماشي، هتطلع لو انت ما دوستش على قبل ما تدوس على الكوما هتطلع معاك 38 و57 وشويه ارقام كتير، فدوس على الكوما عشان هو عايزها بالتقدير ال 60، هو قال لي اوجد بالقياس ال 60. فهتطلع معايا 38 درجه و34 دقيقه و17 ثانيه. طيب مع الزاويه الثانيه، انا واقف تحت الزاويه الثانيه مضروب في مين هنا؟ مضروبه في ال 14، ادي ال 14 تحت. تمام. طب وفوق يا مستر؟ فوق هتبقى 180 في الأربعة. مين هي الأربعة؟ من الأربعة هي النسبة بتاعة الزاوية الثانية. 180 في 4 على 14 هتطلع معاك 51 و42% وشوية أرقام. أوعى لازم تدوس على علامة يساوي وبعدين تدوس على الكوما. هتطلع معاك 51 درجة و25 دقيقة و42 ثانية و86 مئة، 86 مئة طالما ان هم عدوا ال 50 هتزود واحد هنا في الثواني، يعني بدل ما هي 42 و86 هتخليها 43 ثانية. يبقى الرقم هيطلع الناتج في الآخر 51 درجة 25 دقيقة و43 ثانية. باقي لي الزاوية التالتة، هتعمل المقص بتاعك كده. آدي الزاوية التالتة أنا واقف هنا، مضروبة في مين؟ في ال 14 يا مستر، يبقى 14 هتبقى عندي في المقام تحت. تمام. طب وفي البسط هتكتب مين؟ في البسط هتكتب ال 180 في السبعة وفي المقام عندك ال 14 احنا كاتبين، هتطلع دغري كده 90 درجة، هتطلع على طول ايه؟ 90 درجة. بيقول لي ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ج، وألف ب ب 13 سنتي وب ج ب 12 سنتي. أوجد طول الألف ب، وأوجد كلا من جا ألف وجتا الألف وظاء الألف وجال ب وجتا ب وظاء ب. هنلاحظ عندي إن المثلث أ ج ب له ضلعين معلومين،
الألف جيم مجهول. طيب الألف ب اللي هو يعتبر وتر بالنسبة لي قيمته ب 13 سنتي، والب جيم اللي هي أحد ضلعي القائمة ب 12 سنتي. تمام يا مستر. طيب إحنا عايزين مين؟ إحنا دلوقتي عايزين نجيب الحاجات اللي مطلوبة مني دي. هو أصلا قايل لي أوجد طول الألف جيم اللي هو أحد ضلعي القائمة اللي موجود هنا. طب نجيبه إزاي يا مستر؟ ولا أي حاجة، سهل خالص. هنجيبه من ايوه حد بيكلمني بيقول النظريه في ثغورس. ممتاز. يبقى بما ان قياس زاويه جيم عندي ب 90 درجه، هيبقى اذا الالف جيم هو احد ضلعي القائمه. لما يكون احد ضلعي القائمه خلي بالك بنعمل ايه؟ بنقول مربع الوتر ناقص مربع الضلع الثاني. انا من شويه لما حليت كنت بجمع، بس كنت بحسب قيمه الوتر. لما بتحسب قيمه الوتر بيكون مربع مجموع مربعي ضلعي القائمه، لكن لما بتحسب احد ضلعي القائمه بيبقى مربع الوتر ناقص مربع الضلع التاني. طب يلا بينا نكمل. مربع الوتر عندي الالف ب بكام يا مستر؟ الالف ب عندي ب 13، يبقى 13 اس 2 ناقص ال 12 اس 2. بالاله الحاسب على طول هيبقى الالف جيم ب 25 سنتي. خد الجذر يبقى الالف جيم ب 5 سنتي بس. اكتب 5 سنتي على الضلع اللي عندي. اديني كتبتها على طول عشان يبقى كل الارقام قدام عيني. كده جبت الالف جيم اللي هو المطلوب الاولاني. طيب عايزين نجيب ايه يا مستر؟ عايزين نجيب النسب المثلثيه لزاويه الف وزاويه ب. تعال نجيبهم كده بالراحه. انا عايز اجيب الجا والجتا والظا للالف، واجيب الجا والجتا والظا للب. يلا بينا. طب يلا اول حاجه اجيب بالنسبه لزاويه الف. لما اقف عند زاويه الف المقابل هيبقى هو الب جيم اللي هي ال 12، والمجاور اللي هي الخمسة سنتي اللي هي الالف جيم، والوتر طبعا معروف 13 سنتي اللي هو الالف ب. جاء الف احنا حافظينها هتبقى مقابل على وتر، ادي المقابل 12 والوتر 13، يبقى 12 على 13. طيب لما اجيب الجتا يا مستر، جتا الالف هتبقى ادي زاويه الف، الجتا هتبقى مجاور على وتر، يعني 5 على 13. برافو عليكم. اخر حاجه الظا مقابل على ايه؟ مقابل على مجاور، يبقى ظا الألف هتبقى 12 على 5. زي ما جبت النسب المثلثية لزاوية ألف هجيب النسب المثلثية لزاوية ب، عشان يبقى أنا كده إيه؟ جبت الحاجات اللي مطلوبة مني كلها. طب يلا بينا. جا ب، لما أقف على ب، طبعًا الألف ب وتر، تمام؟ قيمته 13، لما أقف على زاوية ب المقابل هيبقى هو الألف جيم اللي هي رقم 5 اللي هي باللون الملون عندك. والمجاور هيبقى الب ج اللي هي قيمتها ب 12. طب الجا مقابل على وتر، يعني ال 5 على 13. طب يا مستر والجتا مجاور على الوتر، مجاور بكام؟ ب 12 على ال 13 اهي. اخر حاجه ظا ب مقابل على مجاور، يعني 5 على 12. مقابل على مجاور يعني 5 على 12. كده انا جبت كل النسب لزاويه الف وجبت كل النسب لزاويه ب. احسب الجزء الثالث من المساله. كان عايز ايه في المساله؟ كان عايز بيقول لي اثبت ان جا الف جتا ب زائد جتا الف جا ب بتساوي الواحد. هنا بينهم علامه الزائد، بينهم علامه الايه؟ الزائد. طيب انا في الجزئيه اللي فاتت جهزت كل الجيب الزاويه وجيب تمام الزاويه للالف وللب. طب يلا بينا نعوض. طب اول حاجه بكتب الطرف الايمن وابدا اعوض فيه. جا الالف بكام يا مستر؟ جاء الألف هتبقى مقابل على وتر، يعني 12 على 13 أضرب جتا الب، أدي الب، الجتا يعني مجاور على وتر، يبقى 12 على 13 أهي. بينهم علامة الزائد تنزل زي ما هي. بعدين جتا الألف، جتا الألف يعني مجاور على وتر، أدي زاوية ألف، مجاور يعني الخمسة على 13 مضروبة في جاء الب، أدي زاوية ب، الجا مقابل على وتر، المقابل كام؟ 5 على 13 هيساوي عندي هنا 12 في 12 ب 144 على 169، زائد 5 في 5 في 25 على 169، لو جمعناهم 169 على 169 يعني هتساوي 1 اللي هو الطرف الايسر، اللي هو مين؟ اللي هو الطرف الايسر. كده اكون انا وصلت لكل اللي هو عايزه. كان مطلوب مني 3 حاجات، وصلت للثلاث حاجات وجبتهم له. بكده نكون وصلنا لنهايه حصتنا النهارده. عرفنا ايه النهارده؟ النهارده عرفنا ازاي نحول من التقدير الدرجات للتقدير الستيني، وازاي نحول من الستيني للدرجات، وكمان عرفنا خدنا تمارين وعرفنا يعني ايه النسب المثلثيه الاساسيه للزوايا الحاده في المثلث القائم الزاويه، وخدنا تمارين ازاي نجيب قيمه
النسب لو كان عندي زاويتين متتامتين او متكاملتين، وكمان اخذنا تطبيقات وازاي نجيب النسب ونسبة متطابقات عندي اذا كان عندي زي المتطابقة اللي خدتها بتساوي صفر او بتساوي واحد. مع تحياتي امير جرجس، مع تحيات منصة البث المباشر والإدارة العامة للمحتوى التعليمي، ودمتم في رعاية الله.